توتا يا طمطم. توتا. أيوة يا طنطا علا. يلا يا بنات، يلا يلا يا توتا قومي، يلا يا طمطم، يلا عشان نفطر. هو يا ماما من قدام التلفزيون انا بتفرج. طب يلا يا حبيبتي، الأول هنفطر وبعد كده اتفرجي زي ما انت عايزة. يلا يا طمطم. حاضر حاضر يا طنطا علا، هقفل البيانو وجاية. مش لازم نفطر دلوقتي يا ماما، انا عاوز اتفرج الأول. لا يا حبيبتي ما ينفعش، انتوا صاحيين بقالكوا ساعة، يلا كفاية كده، تعالوا عشان نفطر يلا. حاضر. نم 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 نم. ماما ماما هاتلنا عيش كمان يا ماما، انا عاوزه كمان عيش، بس عاوزه توست مش عاوزه عيش من التاني. حاضر يا حبيبه ماما. حاضر. ايه رايك، عجبك الاكل المصري؟ عجبني قوي قوي يا ماما بصراحه، طعم خالص. والله يا طنط علا انا كان نفسي اكل الاكل بتاعكم. انتوا كنتوا بتاكلوا ايه في امريكا؟ احنا كنا بناكل اكل عادي يا طنط، هناكل ايه بس؟ بس هو في هنا بعض اكلات مختلفة شوية زي الطعمية والفول والحاجات دي. لا يا ماما الاكلات بتاعتهم هنا حلوة قوي قوي بجد. يعني انت على طول بتاكل الطعمية دي يا طمطم؟ انا بحبها يا توتا، دي جميلة قوي. احنا على طول معظم الاكل عندنا هناك معلبات، كل حاجة في علبة، كل حاجة في علبة. انا قرفت من العلب دي. الله، بس انا بحب العلب. لا لا لا، دي وحشة خالص وبتبقى ساقعة. طب مامتك مش بتسخنها؟ ما هي مش هتنفع تسخن. يلا يا بنات هتقعدوا تتكلموا على الاكل، هو ينفع الكلام على الاكل ده؟ المفروض ان في اداب للاكل. انا خلاص كلت يا ماما. انا خلاص كلت يا ماما، خلصت اكلي وكلت البيضه بتاعتي. طمطم بقى اللي لسه البيضه بتاعتها قدامها. طب يلا يا توتا قومي اغسلي ايديكي. يلا يا طماطم كلي البيضه بتاعتك عشان تغسلي ايديكي انت كمان. حاضر حاضر يا طنط علا، هاكلها كلها كلها كلها. نم 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 نم. يا سلام، وكمان السجق ده لذيذ قوي يا ماما. ياه انا اكلت كتير خالص، باينني كده بطني بقت ايه على الاخر. شوفي كبرت ازاي. ماشي يا حبيبتي بالف هنا، يلا قومي اغسلي ايديكي. حاضر يا ماما. حاضر. انا كمان كلت بيضة بتاعتي، اقوم اغسل ايدي بقى انا كمان يا طنط علا مع التوتة. ماشي يا حبيبتي. يلا يا طمطم انت بقالك ساعة قاعدة تغسلي ايديكي. يا توتا ما هي الميه مش بتشيل القف اللي في ايديا، وعماله اغسلها مش راضي يروح. مفيش صابونه عندكم؟ مفيش صابونه هنا. طيب مش تقولي يا ماما يا ماما. ايوه يا توتا. يا حبيبتي في ايه؟ انت في فين يا ماما؟ انا في المطبخ يا بنتي. عايزين ايه؟ غسلت ايديكوا؟ تعالي يا ماما هات لنا صابونه بسرعه، مفيش صابونه هنا في الحمام. انا نسيت خالص موضوع الصابونه ده، طلعلكوا حالا. يلا يا بنات طلعلكوا حالا. يلا يا ماما. حالا حالا طلعلكوا يا بنات. اتفضلي يا بنات خدوا اغسلوا ايديكوا. يلا. ايوه يا ماما انا بحب الصابون الجديد. يلا اتفضلوا اغسلوا ايديكوا وانزلوا على طول. حاضر يا ماما. الفيلم ده جميل قوي يا توتا، اول مره اشوف. توتا انتوا مش بتشوفوا الافلام دي عندكم هنا في مصر ولا ايه؟ انا بشوفه على طول، شفته كتير في امريكا. لا انا مش بشوفه، اول مره اشوف الكرتون ده. بس انتي جايباه معاكي من هناك ولا ايه؟ هو ده على سي دي؟ على سي دي، بشغله كده من وقت للتاني لما بزهق. انا بصراحه مش ملقتش حاجات كويسه عن النايل سات، فقلت اما اشغله، او يمكن لسه علشان ما ظبطوش الدش اللي فوق البيت. ممكن، انا مش بفهم في الحاجات دي. ولا انا كمان، يعني انا كمان بفهم في الدش. انا بقول كده برضو. انا حاسه كده بطني بتوجعني، الظاهر ان انا تقلت في الاكل النهارده ولا ايه. يا بطني. مالك يا توتا في ايه؟ بطني بتوجعني قوي يا طمطم. سلامتك يا توتا، مالك انت حاسه بايه؟ لا انا مش هينفع اسكت بقى يا توتا، انا هروح اقول لطنط علا. يا طنط علا، توتا تعبانه قوي، بطنها بتوجعها. ايه في ايه في ايه يا طمطم، انت مخضوضه كده ليه؟ توتا بطنها بتوجعها، تعالي شوفيها بسرعة عشان هي عمالة تعيط وتقول بطني بتوجعني. طيب حالا حالا انا جاية معاكي يا طمطم، يلا يلا نروح نشوفها. مالك يا توتا يا حبيبتي، حاسة بإيه؟ يا بطني بتوجعني قوي يا ماما، مش قادرة، الظهر كل ده من الفول والفلافل دي، انا معرفش اول مرة كلها علشان كده وجعتلي بطني قوي. ماشي يا حبيبة ماما. طيب قومي ادخلي الحمام، حاولي تعملي بيبي وهتبقى بطنك كويسة وزي الفل. مش عاوزة اعمل يا ماما، انا عاوزة حاجة تخلي بطني حلوة، عايزة اقوم العب مع طمطم. طب بس اسمعي كلامي وهوديني، قومي بس ادخلي الحمام وهتبقي كويسة. حاضر يا ماما. خلاص ماشي. يا بطني. يا بطني يا بطني يا ماما.
مالك بس يا توتة يا حبيبتي؟ يا ماما بطني بتوجعني يا ماما خالص، انا ما عدتش هاكل الفول ده تاني خالص. طب اهدي بس يا حبيبتي، انا جنبك اهو. انت حاسه بايه؟ مش عارفه حاسه بايه، بس عندي اسهال جامد قوي. اكيد من الفول بس يا حبيبتي، معلش معلش، يمكن الزيت اللي كان فيه كان تقيل شويه، والفلافل كمان عشان اول مره تاكليهم من بره. ما ايوه، انا اول مره اكل الفول والفلافل اللي بتاعت مصر دي. الفول بتاعنا في امريكا ما كانش كده خالص، كان في العلبه. معلش يا حبيبتي معلش، انا بعد كده هعملهم لك في البيت، ما عدتش هشتري حاجه من بره ابدا. يا ريت يا ماما، يا ريت، علشان المغص الجامد ده، انا عندي مغص جامد قوي. معلش معلش يا حبيبتي. بصي انا هطلب لك دواء دلوقتي واجيب لك انتينال وهتبقي كويسه جدا. هتجيبي لي انتيمين؟ انتينال؟ لا انا عايزه انتيمان. انتيمان ايه بس يا توتة؟ بقول لك انتينال يا حبيبتي، ده دواء للاسهال. اسهال دواء؟ كمان لسه هاخد دواء؟ معلش يا توتة يا حبيبتي عشان تبقي كويسة. انا ما بحبش الدواء يا ماما. طيب بس تعالي، ممكن اعمل لك شوية نشف مية وهتبقي زي الفل. تعالي. لا بس. لا نشف مية لا، خلاص هاخد الدواء. طيب خلاص يلا بقى، خلصتي ولا لسه؟ لا لسه يا ماما، سيبيني شوية عشان عندي اسهال جامد. طب يا اخاف اطلع. انا هستناكي تحت مع طنطم اشوف هي كمان بطنها وجعتها ولا ايه اللي حصل. حاضر يا ماما. هي طنط علا، توتا بقت كويسة؟ هتبقى كويسة يا حبيبتي، انتي بطنك كويسة؟ كويسة ما فيهاش حاجة. هو انا بطني هيبقى فيها ايه؟ لا لا ولا حاجة يا طماطم، كويس ان انتي كويسة يا حبيبتي. طيب هي توتا بطنها مالها؟ مش هتبقى كويسة ولا ايه؟ وهي اتأخرت في الحمام كده ليه؟ لا يا حبيبتي هي متأخرتش ولا حاجة، بس عندها شوية اسهال، يظهر الزيت اللي كان في الفول ده فعلا كان تقيل قوي. انا بعد كده لازم اعمل زي منى اختي، لازم اعمله في البيت، اكيد هاخد الطريقة منها. ماما بتعمله جميل قوي، على فكرة انا حسيت ان طعمه متغير عن بتاع ماما، وكمان الفلافل كان الزيت بتاعها كتير قوي، وعمو بيقعد يقلي كتير كتير في الزيت، وماما بتغير الزيت عشان ما يبقاش وحش. صح يا طماطم انتي عندك حق، انا ما كانش ينفع اجيبه من بره، بس انا بقى عشان لسه اول مرة اعملها ولازم اعرف الطريقة من ماما. خلاص انا هطلع اطمن على اختك يا حبيبتي وبعدين انزلك على طول. ماشي، سلامتها يا طنط علا، انا زعلانة عشانها ومستنياها اهو. ماشي يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. من فضلك عايزة اطلب دواء. اتفضلي يا فندم. في دواء اسهال اسمه انتينال. ايوه ايوه فعلا. من فضلك عايزه عبوه منه. حاضر يا فندم، معاه حاجه تانية؟ لا هو بس الانتينال بس، بس ارجوك بسرعه لان البنت الصغيره عندها اسهال كتير قوي وتعبانه. حاضر حاضر يا فندم، خلال ربع ساعه هيكون عند حضرتك. ممكن اعرف باسم مين؟ باسم مدام علا. ايوه ايوه يا فندم، عنوان حضرتك متسجل عندي. ايوه ايوه، احنا لينا كود عندكم. ايوه مظبوط يا فندم، خلاص ان شاء الله ربع ساعه بالكتير يكون عند حضرتك. ماشي، متشكرة جدا، مع السلامة. مع السلامة. يلا بقى يا توتة، انت اتأخرتي قوي في الحمام. انا مش عاوز اطلع دلوقتي يا طمطم، انا عندي اسهال، ممكن نجيلي تاني. سيبوني عادي بس، طنط علا جابت الدواء. طب وانا ايه اللي هيضمن لي بقى ان لما اطلع ما اتعبش تاني؟ بطني بدأت ترتاح اهي، بترتاح في الحمام. يعني اضمن لك ازاي يعني يا توتة؟ مش عارفة. يوه خلاص هخرج معاكي وامري لله. يلا بس هتاخدي الدواء وهتبقي كويسه. ماشي ماشي، اسبقيني انت وانا هجيلك اهو. ماشي يلا تعالي ورايا على طول. نشد بقى السيفون علشان القف الكبير ده بقى يروح. هو فين السيفون؟ ايوه خلاص كده. يلا يا يلا بقى علشان ناخد الدواء يا ماما. بس شطورة يا توتة، هو طعمه حلو؟ طعمه جميل خالص يا حبيبة ماما. طيب يا ماما انا عايزة شوية عسل قبل ما اخد الدواء. طب ممكن نخلي العسل بعد الدواء؟ لا طبعا. ليه؟ احنا نتفق من اولها كده. بصي يا حبيبة، هاخد العسل هاخد الدواء، مفيش عسل مفيش دواء. انتي اللي بتشرطي عليا يا توتة؟ طبعا يا ماما، الدواء ده انا عارفاه وطعمه وحش جدا. عارفاه منين يا نصطبة؟ بس قوليلي. لا انتي مش عارفاه واول مرة تاخديه. لا لا يا ماما لا، بلاش أدوية، أنا قلتلك أنا مش بحب الأدوية. طب بصي يا توتة يا حبيبة ماما، احنا هناخد الدواء وأنا همسك بإيدي التانية المعلقة بتاعة العسل،
وتقومي واخده من هنا للدواء وهب امي اديك العسل على طول عشان يبقى عليا يا ماما. لا كل ماما. مره هب تديني الدواء وهب معلقه العسل تقوم راحه بوقك انت علشان ما تدينيش العسل ويضيع تاثير الدواء. لا يا ماما مش اتفقنا على كده احنا. لا الفكره دي ما عجبتنيش. قولي لي فكره تانية. انت خايفه تاخدي الدواء يا توتا؟ لا انا باخد الدواء لوحدي. انت شكلك كده جبانه ولا ايه؟ لا خدي الدواء ده طعمه جميل. طعمه جميل يعني انت بتاخديه لوحدك؟ طبعا هاتي كده يا طنط علا وانا اخده. لا خلاص يلا شاطره يا طماطم. انا هعمل زيك خلاص يا طماطم خلاص هاخد الدواء. طب وريني الشطاره كده يا توتا. اه امري لله. يلا يا حبيبتي يلا يلا يلا. ابلعي بقى على طول ابلعي ابلعي على طول على طول. بلعت خلاص يا ماما طعمه وحش قوي. يا هاتوا لي عسل بقى طعمه وحش خالص. حاضر يا حبيبه ماما هجيب لك عسل دلوقتي. انت بتقولي طعمه وحش يا توتا؟ ده طعمه جميل قوي. ده جميل انا بحب كل الادويه عشان ابقى جميله وخفيفه. اتريقي عليا او اضحكي عليا يا طمطم كمان. خليكي شطوره زيي يا توتا خدي كل الادويه علشان تخفي وتبقي شطوره وقويه. اي 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 بطني اي بطني انا طالعه الحمام بسرعه. عديني عديني يا طمطم عديني عديني يا طمطم بسرعه. عندها سهيل. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو. وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا أصحابي.